كوكو دو الموند، مسخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكو بخير بصحه جيده. دونك اليوم كيما راكو تشوفوا نروح نديرو ان غاتو سيك، يجي بالتمر على الانتيريور بزاف بنين ووصفه سهله دونك اقتصاديه. نروحو نشوفو طريقه التحضير. دونك اولا نبداو نروحو نبريباريو التمر ديالنا. دونك انا شريت هاد لا مارك، جيبو لا كونساي بزاف هايله. واش ندير؟ دونك طالمون بزاف خفيف، نروح نزيد لها شويه دنجلان، لا حبيت تزيدو كاوكاو محمص مرحي وشويه تاع الزيت، القرفه والماء، نجمعها بالماء حتى تكون هكا طريه مليح. فوالا كاينين يديروها التمر، يديروها طري مليح مليح يجي كوم اون بوماد. دونك سا ديبون لا كاليتي تاع التمر، بيسك هذا لا كاليتي ديالو مليحه. دونك جي با او ندير هكاك، دونك تجي برك طريه مليحه هكا في اليدين و سي بون. ابخي نروح نفورمي دي بودان هكا، نديرهم نبريباريهم على لافونس ونخليهم دكوطي. دونك ما قبل ننسى، ولا اول مره راكو تزوروا قناتي، ولا يعني اذا تحبوا ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش شكو يحكم جديد، ولا راكو ديجا ابوني عندي راكو تشوفوا الفيديو، ما تنساوش تدعمونا، ديروا لنا انجام باش الفيديو يطلع. فوالا شكرا. هنا نروحو نبريباريو لا بات سابلي. عندنا 200 غرام تاع لا مارغارين تكون طريه على درجه حراره المطبخ. نزيدو لافاني، لافاني ليكيد ولا اون بودر واش حبيتو. زدت عطر بوينو كان عندي في الدار باش يعطي برك انغو. لا بات داغوم بوينو. نشدو كاس الا ربع تاع السكر ناعم. دونك الكاس هذاك ماشي معمر، جوست كالا فان نحيو ان دوا، نضيفو السكر الناعم. دونك هذا المره بديت بالسكر مع الزبده ماشي الكونترير، دابيتود نبدا بلا مارغارين مع البيض. دونك هكا باش يعاوني العمليه تكون سهله. ابخي نروحو نضيفو بيضه كامله وصفار بيض، نخلطو حتى يتجانسو وتولي كومين بوماد، يعني كي تكون لا مارغارين طريه وتبداو بالسكر الناعم ساهل مليح يتجانسو، ماشي كيف كي نروحو نبداو بلا مارغارين مع البيض. ومن نساوش نضيفو ربع تاع زيت. فوالا على ابخي نروحو نضيفو ان ساشي دو ليفير شيميك، خميره كيميائيه، نضيفو ان ساشي ونجمعو بالفرينه بالعقل بالعقل حتى تكون عجينه طريه. ما ديروش بزاف الفرينه باسكو سينو تكون وحرة باش تجمعوها تجي اكزاكت. فوالا بكل فاصون هاد الكاطو جا بزاف بنين، يشبه شويه النقاج، مي هذا جا صابلي وميم طون فيه التمر في الداخل، يجي بزاف هايل. يعني جبو كونسي تجربوه وساهل، كيكون يعني ما عندكمش المورال هكا ديرو كاطو واعر، ديرو هاد الوصفه سهله اقتصاديه. ايوا فوالا نروحو نوزنوهم. انا كي نروح نجمع كاع العجينه ديالي نروح نوزنهم هكا، سا ديبون نتوما الوزن اللي حبيتو. انا درتهم شويه كبار باش نخلص شويه، نتوما تقدروا ديروهم صغار سينو نديرو لا فورم اللي حبيتو وزات ليبا. يعني انا درتهم هكا 23، نتوما تقدروا ديروهم هكا ان بودا ان كرو بودا، تقطعوه كيما المقروط ابخي ديروه في الجنجلان. دونك هنا التمر هذاك نديروه في الداخل وابخي نروح نغمسوه في الجنجلان محمص مرحي. دونك ولا حبيتو الجنجلان هذا كيشد بيان، تقدروا هذاك البياض تاع البيضه
اللي نحيتو ديرو البانسو وديروه في الجنجان باش يشد مليح. فوالا انا درتو ديريكتومون باسكو ليا برك في الدار، و سينو تقدروا لو حبيتو ديروا حاجه شابه يعني تشد، ديروا هذاك الكاطو في البياض وديروه في الجنجلان اي سي بون. ابري نفورميهم كاع كي يكونوا كاع واجدين، نشعل الفرن ديالي، نشعلو 180 درجه ونروح نطيبوه من التحت ابري من الفوق. خاصه هذا الكاطو اشاك فوا يقعد بزاف، اشاك فوا يجي بنين بنين بنين، سي تري تري بون والله بزاف. هي سيرتو كي يكون معمر هكا بالتمر يجي بزاف بنين. فوالا ان شاء الله عجبتكم الطريقه والوصفه، ان شاء الله تجربوا هذا الكاطو ونتلاقاو تري بيانتو بو دوطغ غوزات ان شاء الله. شكرا.